والتهاب شائع في أوساط الشباب والنساء، خصوصا ممارسي الرياضة كالركض والمشي وكرة القدم وغيرها من الرياضات. يتميز بتلف الغشاء الغضروفي لصابونة الركبة التي تعمل كحاجز لامتصاص الصدمات وتساعد في تسهيل حركة العضلة الرباعية. أيضا تساعد في تسهيل حركة الثني والمد لمفصل الركبة. هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى تدين أو تلف الغضروف، من أهمها التعرض لصدمات أو حوادث، الركض لمسافات طويلة، تسلق الجبال وصعود الدرج وغيرها. كما يعتبر استخدام الكعب العالي والتقدم بالسن هي عوامل أيضا تساعد في تلين غضروف صابونة الركبة. من أهم الأعراض هو الألم الشديد عند ثني الركبة وعند الجلوس، أيضا عند صعود ونزول الدرج وصعود المرتفعات. أيضا يكون هناك ألم بعد الارتفاع من الجلوس لفترات طويلة. غالبا ما يزول الألم بعد تمرين المفصل ويزداد بعد المشي لفترات طويلة، لكن سرعان ما يختفي الألم مع الراحة. قد يكون هناك ألم وحدوث صوت عند حركة صابونة الركبة باليد، خصوصا في المراحل المتأخرة. العلاج في المراحل المبكرة يكون بالتمارين الرياضية، خصوصا عضلات القدم والعضلة الرباعية، مع تخفيف الوزن واستخدام بعض العلاجات للحفاظ على غضروف المفصل. أيضا يتجنب المريض نزول وصعود الدرج وتسلق الجبال وقيادة العجلات الهوائية لفترات طويلة. في الحالات المزمنة أو الحالات التي لم تستجب للعلاج الدوائي، يكون العلاج بالمناضيد هو الحل الأمثل، وذلك عن طريق استئصال الغضاريف التالفة. أيضا قد يلجأ الأطباء إلى حقن إبر داخل المفصل خلال العملية الجراحية، وذلك لتسهيل حركة المفصل.